السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله محجوب. المرة الماضية كتبت في تويتر: هل يمكن بناء إدارة الأمن السيبراني بدون قسم GRC؟ وكانت النتيجة زي كده. عشان كده في الحلقة هذه حبين بإذن الله رأيي الشخصي بحكم عملي في هذا المجال، ويلا بينا. يا اهلا وسهلا. طيب، النتيجه اللي طلعت تقول انه المعظم بيقول انه ما ينفع نبني قسم او اداره الامن السيبراني بدون GRC، وانا واحد من هؤلاء الاشخاص. طيب، من وجهه نظري انه احنا لو جينا نبني الاداره العامه والاداره العاديه اللي خاصه او المختصه بالامن السيبراني، طيب احنا حنجيب اجهزة وانظمة امنية كده على طول بدون ما نعرف ايش هي الاصول اللي احنا لازم نحميها؟ طيب عشان نعرف الاصول، مين لازم يجمع الاصول؟ الGRC. طيب اذا احنا عرفنا الاصول التقنية اللي موجودة بالمنشأة، ولازم يتم تصنيفها ويتم تحليل ايش هي الانظمة الاكثر عرضة للخطر واللي مهمة جدا لاستمرار البيزنس ولا لا، اللي هو الريسك اسسمنت، مين بيسويها؟ الGRC. طيب لما احنا نبغى نقوم ونشتغل ونعمل يعني سياسات على مستوى الانظمة اللي هو البوليسي، على مستوى الفاير وول او الاي بي اس او وات ايفر من الابلاينس السكيورتي، هل نحطها كده من عندنا لعندنا بناء على خبرتنا؟ او والله لا، والله انا في اشياء ابغى اطبقها في المنشأة وفي اشياء لا ما ابغى اطبقها في المنشأة، وعلى اساس هذه الاشياء انا احط البوليسي حقت الفاير وول والاي بي اس و و و و، او انا ابغى اقدم خدمة وامنع خدمة. هذه الاشياء ما اقدر اسويها دايركت كده، اروح على الفاير وول او الاجهزة الامنية تك 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 ابلاي تعتمد، ما ينفع يكون بالطريقة دي. لازم يكون في شيء انا اقدر استند عليه وقت انا ما ابغى اسوي حاجة. يعني افتراضا احد الفروع الخاصة بالشركة انا ابقطع عنه الانترنت، او ابغى اوقف خدمة USB عنه، هل انا اوقف زي كده؟ اقول له والله خلاص انا من وجهة نظري ان انتو عندكم مشاكل جدا كثيرة، وبناء على المشاكل هذه انا حاقوم بايقاف هذه الخدمة عنكم. طيب برضو كده حيحاجوك انت استنادك على ايش يا الامن السيبراني؟ انت ما انت مستند على حاجة. ولكن لما يكون انت عندك قسم يختص ببناء السياسات والاجراءات وتقييم المخاطر وجمع الاصول والتوعية، هداك الوقت انت عندك القسم اللي في بدايته بيأسس لك اللي هو الاساس السوليد اللي هو المتين، يكون مرة قوي اللي انت تقدر تبني عليه جميع قراراتك. بس اهم شيء هذا الاساس اللي هو السياسات والاجراءات تكون معتمدة من صاحب الصلاحية في المنشأة او صاحب القرار. اذا كانت معتمدة انت تقدر تدخل في عين التخين وتقول له انا معتمد هذه السياسات من صاحب المنشأة، فانا حاعتمد عليها في جميع قراراتي. دام انه هذه السياسات والاجراءات المعتمدة من صاحب المنشأة ما تخالف انظمة الدولة، وكمان لو نقول انها معتمدة على معايير عالمية زي ايزو 27001 او كوبيت او نست، يا سلام يا سلام، انت عندك كده جميع الحقية انك تطبق اللي تبغاه بناء على هذه السياسات. بس اهم شيء ما نخرج عن اطار هذه السياسات، لانه الخروج عنها والاعتماد عليها حيسبب فشل المنظومة الامنية، بحيث انك انت مو كل شيء شايفه انه هو صح لا والله نطبقه، لا، لانه مصلحة البزنس واستمرارية الاعمال في المنشأة اهم، هو الدرجة رقم واحد، لانه بدون هذه الاعمال ايش فايدة المنشأة؟ لانه دائما قسم الامن السيبراني قسم مستهلك للموارد المالية، ما بيجيب فلوس.
إلا في بعض الشركات الخاصة اللي بتقدم هذه الخدمات المنشآت. ولكن لما تكون أنت منشأة بانية عندك قسم الأمن السيبراني، فأنت حتجيب له أنظمة أمنية ورخص وا 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 وا، فحيكون اسحب موارد مالية جدا كبيرة. وعندك كمان هذا غير التدريب حق الموظفين اللي شغالين على الأنظمة، يعني أنت عندك موارد مالية كثير رايحة. ولكن لو إحنا نقارن الموارد المالية اللي حتدفعها أنت على منظومة هذه الأمنية بالمنشأة، حتكون جدا قليلة بالنسبة للخسائر إذا تعرضت أنت هجوم هكر أو أي حاجة يعني تدميري في المنظمة في المنظمة حقتك. فعشان كذا الجي آر سي هو جزء من منظومة الأمن السيبراني، وما أقول هو الأساس، لا، أنا أقول هو منظومة كاملة الأمن السيبراني، جزء منه الجي آر سي، وجزء منه العمليات، وجزء منه المانجمنت. ثلاثة أركان في المنظومة السيبرانية. الجي آر سي اللي هو يبني لك السياسات والإجراءات ويجيب لك الأصول اللي هي أنت اللي تبغى تحميها، ويقيم لك المخاطر اللي عليها والحلول المقترحة، والعندك أنت كمان تقيم هل المنشأة ملتزمة بهذه السياسات ولا لا. وبالإضافة أنك أنت عندك ترفع الوعي الخاص بالموظفين بحيث تقلل من الخطر المترتب اللي جاي من داخل المنظمة، أقصد من داخل المنظمة كأشخاص. طيب الآن هذا الجزء الأول. الجزء الثاني اللي هم العمليات، اللي هم يقوموا بإدارة المنظومة الأمنية والمراقبة وعمل التحقيق اللي هو الانفستيجيشن، أوكي، والآي آر انسيدنت ريسبونس، وعندك أشياء كثير. بالإضافة إلى الركن الثالث اللي هو المانجمنت، اللي هم حيكونوا حلقة الوصل بين هذه الإدارة الكبيرة اللي بتشتغل ليل نهار وما حد عارف شغلها، وبين الليفل اللي هو المانجمنت اللي بيقول أنا بأدفع بس ما شايف مخرجات، ما حد شوف مخرجات، دام إن شاء الله الأمور ماشية بسلاسة وبأمان وما عندك أي فقدان لبياناتك أو تدمير لبياناتك، فإنت بإذن الله أمورك تمام. فالليفل اللي هو الإداري دائما يحتاج تقارير بالأشياء اللي تم صدها، بالأشياء اللي تم عملها، بالتطورات المنظومة الأمنية اللي حاصلة في المنشأة عنده. فدائما لازم يكون دور المانجمنت يسوي حلقة وصل بين هدول الأشخاص الشغالين في الباكراوند أو في الكواليس وبين الليفل الإداري. عشان كذا إحنا زي ما نقول هم منظومة متكاملة مع بعض. فالجي آر سي مهم جدا جدا جدا، زيه زي العمليات اللي فيها المراقبة والتشغيل. فهم وجهين لعملة واحدة، فإذا طاح واحد منهم الثاني حيروح. ولكن أنا ما أقول أن الإدارات اللي ما فيها جي آر سي أنها ما هي قوية، لا، ولكن حيكون عندها جاب جدا كبير في اتخاذ القرارات. فوجود الجي آر سي حيدعم قرارات المانجمنت في هذه الإدارة، وحيساعد الأشخاص ذوي الصلاحية في أنه يطبقوا هذه الأمور اللي في صالح المنشأة من الناحية التقنية، بناء على مستندات تم اعتمادها من الليفل الإداري في المنشأة. هذه هي بكل اختصار إجابتي اللي هي من وجهة نظري بحكم عملي في هذا المجال. وأتمنى من الله أنه أكون أفدتكم. وفي النهاية لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير بحيث توصل المعلومات هذه لأكبر عدد. وفي النهاية أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.